لهم مشاهدون قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من امام فندق اقامة فريق ماميلودي سانداوز. تحياتي، صافا بخير؟ شي مزيان؟ الله يحفظك. اذا فريق ديال ماميلودي سانداوز في هذا الاثناء كيصعدوا للحافله باش غادي يتوجهوا للمركب محمد الخامس من اجل المباراه اللي غادي تجمع ما بين الوداد وماميلودي سانداوز. الله يوفق فريق الوداد البيضاوي، نتمنى لهم التوفيق باذن الله. اللاعبين بداو كيخرجوا في هذا الاثناء مشاهدينا من الفندق، وغادي يطلعوا للحافله، ومن بعد غادي يتوجهوا للمركب محمد الخامس. الله يوفق فريق الوداد البيضاوي، فكل العناصر الامنيه راهم حاضرين هنا وبقوه من اجل تامين الفريق ماميلودي سانداونز اللي غادي يمشي لدونور. الله يوفق العناصر الامنيه بمنطقه اونفا، الله يوفقهم على المجهودات الجبار اللي كيقوموا بها من اجل تامين اللاعبين، تامين الجماهير، تامين جميع المواطنين المغاربه. الماتش باذن الله مع الثمانيه، فالحافله لحظات قليله وغادي تتحرك من امام فندق الاقامه، وغادي توجه للدونور لمواجهه فريق الوداد البيضاوي. نشوفوا معنا الاستعدادات كيفاش كتمر على المباشر من امام فندق اقامه فريق ماميلودي سانداونز. اللاعبين بداو كيطلعوا مشاهدينا في هذا الاثناء للحافله باش يتوجهوا للدونور وسط حراسه امنيه شديده. يعني كل الشكر والتقدير لرجال الامن على المجهودات المبذوله من طرفهم، تبارك الله عليهم، الله يخليهم لنا. واقفين من الصباح، يعني ساعات قبل بدايه المباراه هما واقفين خدامين من اجل تامين التنقل ديال الجماهير، التنقل ديال اللاعبين. الله يوفقهم والله يسر امرهم. شوفوا شنو واقع مشاهدينا على المباشر من امام فندق اقامه فريق ماميلودي سانداونز. محمد، الماتش باذن الله مع الثمانيه في مركب محمد الخامس. يعني شوفوا الاستعدادات كيفاش كاينه هنا امام الفندق. قبل بدايه المباراه الاستعدادات على قدم وساق مشاهدينا الافاضل هنا من امام فندق اقامه فريق ماميلودي سانداونز. يعني اللحظه ديال صعود اللاعبين على المباشر غادي تشوفوها مشاهدينا على المباشر. غادي يطلعوا للحافله وغادي يتوجهوا لدونور تحت حراسه امنيه شديده. مات صعيب بزاف، وداد ضد سانداونز. سانداونز عندها الذكريات اليمه مع فريق الوداد البيضاوي، وباذن الله غادي نربحوا حتى هذا الماتش، لان الوداد كتمثل المغرب في التظاهره هذه. نتمنوا لهم الفوز، بغينا لهم رباح يفوزوا ان شاء الله على فريق ماميلودي سانداونز. اللاعبين بداو كيصعدوا مشاهدينا في هذا الاثناء كيصعدوا الحافله اللي غادي توجه بهم للدونور وسط حراسه امنيه شديده. نشوف كل العناصر الامنيه حاضره هنا، كل العناصر الامنيه حاضره هنا من اجل تامين التنقل ديال اللاعبين ديال ماميلودي سانداونز. غادي تشوفوا لحظات التنقل ديال الحافله المركب محمد الخامس على المباشر. شوفوا الحافلتين اللي غادي يتنقلوا فيهم اللاعبين ديال ماميلودي سانداونز. هنا غادي يطلعوا المسؤولين والمعدات، الحافله الاخرى غادي يطلعوا فيها اللاعبين.
باش هكذا تكون الامور على ما يرام. اللاعبين كيصعدوا مشاهدينا الحافله، اللاعبين ديال ماميلودي سانداونز كيصعدوا للحافله في اريحيه تامه كانهم في بلدهم الثاني. مرحبا بهم. فلاعبين مشاهدينا كيطلعوا في هذه الاثناء، كيخرجوا من فندق الاقامه وكيطلعوا للحافله على المباشر. كل الشكر والتقدير لهاد الرجال، هادو العناصر الامنيه، على المجهودات المبذوله من طرفهم. الله يوفقهم يا ربي، الله يسهل عليهم. اللاعبين راهم كيطلعوا، بقات قله قليله اللي في صفوف اللاعبين، باقي ما طلعوش للحافله اللي غتوجه لدونور. إذن هادو الطاقم التقني والبدني ديال ماميلودي سانداونز هما اللي غيصعدوا في هاد الحافلة. الحافلة الأخرى غادي يطلعوا فيها اللاعبين وغادي يتوجهوا كلاهما لمركب محمد الخامس. اللحظة ديال التنقل غادي تشوفوها على المباشر مشاهدينا. هذا اللاعب ديال ماميلودي سانداونز هما اللي غادي يطلعوا في هاد الأثناء. فالله يوفق فريق الوداد البيضاوي، الله يوفقهم. اللحظة ديال صعود اللاعبين كانت على المباشر. غنوصلوا على نهاية هذا البث المباشر، نلقاكم في بث آخر إن شاء الله ديال لحظة مغادرة الحافلة لدونور. تبقوا على خير.